طبعا مفيش احسن من المنتجات الطبيعيه اللي بنستخدمها في التجميل ونعملها بوصفات سهله وبسيطه في البيت. دي بتكون على فكره احسن مليون مره من علبه كريم مصنعه ومحطوط عليها اسم براند وندفع فيها دم قلبنا. عشان كده احنا بنهتم اننا نقدم لكم وصفات من منتجات طبيعيه من السهل جدا ان احنا نصنعها في البيت. النهارده هنتكلم عن الالبان واهم المنتجات اللي بتتصنع منها وايه فوائدها للبشره. يا ترى ايه فوائد اللبن للبشره وازاي ممكن نصنعه؟ ده اللي هنعرفه من خبيره التجميل الجميله اللي هتشوفوها دلوقتي ساره سمير. يا حبيبتي ازي حضرتك يا مدام سناء؟ الحمد لله. ازيك يا ساره؟ حبيبتي عامله ايه؟ كله حلو. ساره حلو قوي اللي انت عاملاه على راسك ده. ده جميل. استاذه سناء تقول كده عليا دي؟ والله حلو جميل. حلو جميل. انا دخلت التجميل. هي جميله وشاطره. شاطره ما شاء الله. طب احكي لنا يعني الاول ايه اللبن، يعني لبن ايه اللي انا هستعمله يعمل لي ايه الى اخره؟ كنا بنسمع اللبن ده ايام كليوباترا انها بتقعد في بانيو اللبن. بانيو لبن. وسمعنا ان اليابانيين كمان بيستخدموا اللبن والرز كتير في وصفاتهم، عشان كده بشرتهم دايما تحفه. ايوه فعلا. انا هو اللبن العادي؟ اللبن العادي بس ساعات يعني انا بصراحه كنت بحب اللبن اللي هو بيبقى اول لما بتاع البيبي ده الصغير بعد الولاده. اللبن اللي هو. طب بس الواحد هيجيبه ازاي ده؟ هو بقى طبعا ده في بيوت الفلاحين والحاجات دي كلهم بيبقى لسه والده مثلا دي. فبياخدوا مثلا حاجه صغيره ربع معلقه او حاجه صغيره، فدي بتبقى حاجه. يا مدام سناء عملوا عليه دراسات ان كان في ناس عندهم وهن عظام وهشاشه عظام، فلما شربوهم لمده 3 شهور اللبن ده عظمهم رجع اقوى من الاول. العظم عادي جدا ما فيهوش ثقوب ولا حاجه، وهشاشه العظام راحت وجلدهم رجع زي جلد الاطفال. ده اللي بيقولوا عليه في كلمه ليها سرسوب. سرسوب. هو اول ما المعزه او البقره هو بالنسبه للحيوانات مش من البني ادمين. لا للحيوانات وبيرضعوا. طب كويس. طب ايه؟ طب حلوه قوي دي. انا افتكرت من البني ادمين. لا من الحيوانات، في الاغنام وفي لل مش بتضحكي علي والله انا ما فهمت. انا شرفني انه الحيوانات. في البقري وفي الجملي وفي الجاموسي. بيبقى لونه اوف وايت كده مصفر شويه. بس بيضيع تجاعيد وحول العين والخطوط التعبيريه وبيرجع البشره زي ما كانت فظيع. واي حاجه انا يعني بعمل عليها سيرش وبجربها على نفسي الاول وعلى كل اصحابي يعني كل حقل تجارب. حلو. طب يعني ده في الفلاحين بقى يعني لازم يبقى بيتباع في السوبر ماركت معلب زي اللي هي الحاجات المعلبه اللي فيها مواد حافظه، وبيتباع في ازايز زي لبن جوز الهند، وبيتباع باودر، وبيتعمل منه كريمات وماسكات وحاجات كتيره جدا جدا يا استاذه سناء. طب ما تقولي لنا، خش في الموضوع بقى. النهارده انا هعمل بيه سكراب وصابون وغسول في واحد، يعني سكراب وغسول ومنظف للبشره في حاجه واحده. ده صابونه الجليسرين، حضرتك طبعا عارفاها. دي بتبقى من غير ريحه ولا لون ولا اي حاجه، وحلوه جدا ومفيده للبشره. دي بتتشال؟ دي بتتباع يعني؟ بشتريها عادي؟ بتتباع من الصيدليه او من العطار. ببشرها بتبقى كده. خلاص. وبروح بقى احط عليها نص ميه ورد او ماء زهر كده. حلو. ده نص ايه يعني؟ بتقولي يعني نص ازازه؟ نص كميه، نص كوبايه. نص كوبايه خلاص. وبحط عليها من اللبن ده. ده بقى اللبن بتاع الحيوانات. سرسوب. لغايه لما بقى ايه بقى؟ زي يعني سايب خالص ولا ماسك نفسه؟ لحد ما تغطيه يعني. انا كده دلوقتي حطيت شويه لبن، فهبدا بقى ان انا احط. ما انا هوريكي شكله في النهايه. ميه الورد بقى تاني دي كده تغطيه كده بالطريقه دي. خلاص. ممكن بقى لو انا عايزه اعزز شويه يعني القيمه بتاعتي. انت اقلب لك انا حبيبتي؟ انت تتكلمي وانا اقلب. لا ده كتير. لا لا ما اقدرش على كده. هتحطي عليه ايه تعززي بيه؟ فيتامين ايه؟ بصي ممكن الكبسولات دي. لا يعني مش البلوزه بتاعتي. لا 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 ما ينفعش. ايوه كده. ايوه كده. فيتامين بيجيبه من الاجزخانه فيتامين بي. اي يا استاذ. وده بقى مستخلص العرقسوس. مستخلص العرقسوس. ده منين بقى؟ ده انا اللي عاملاه. عرقسوس يعني ولا ده انا اللي عاملاه؟ اغليه واصفيه؟ لا يعني انا اجيبه. طب ما فيش بيتباع مثلا عند العطار ولا حاجه؟ ممكن نغلي العرقسوس ونصفيه ونحط عليه اي اويل لبان دكر اي زيت احنا عايزينه. ماشي. ونبدا ان احنا نحطه في الوصفه ونقلبه كده. خلاص. ما حطيتيش هنا؟ ما حطيتش. لا. وعلى فكره ممكن نستغنى عنه. طب ابعدي عن البلوزه كده. انا ده في النهايه مش عايزه حط ابيض ولا حاجه. حطينا بشره الجليسرين وحطينا عليها ميه الورد او ماء الزهر وحطينا اللبن
وعززنا بفيتامين اي وحطينا مستخلص اللي هو مستخلص العرقسوس. اوكي ماشي. ممكن نستغنى عن فيتامين اي ومستخلص العرقسوس ده عادي جدا، ده كفايه بقى اللبن ده لوحده. وانا عامله منه صابون يا مدام سناء فظيع، بيعالج ايه بقى ده؟ بيعالج ايه ده بقى في النهايه؟ بيكون شكله كده، ده في النهايه بيكون كده. بصي حضرتك ده كريم، شوفي لا ده زي بصي بقى الصابون ده بيقعد 24 hours في بره كده، متغطي متغطي بيبقى كده. لما بعد بقى التقليب كل شويه تقلبي فيه يعني تقليب. ده نتاج للدهن هو يمسك نفسه كده، مش هو الصابون ده. لا الصابون ده هيبقى بقى عايز حلقه لوحده، فانا قلت لكم ممكن صابون وجبت لكم بقى طريقه سهله عشان كل الناس تعملها في البيت. طب وده لكل انواع البشره؟ ده ينضف كل انواع البشره. سبحان الله. عايزه اقول لك بقى ده في حاجه بتعالج الحبوب والبقع والبهاق والكلف واثار الشمس وكمان البشره المقشره والجافه اللي صعب ان هي تتعالج، ده بيعالجها. تخيلي يا شيرين. والبقى الحاجات الزمن اللي الزمن من اول استعمال. ما انا لسه بقى عايزه اقول لحضرتك على حاجه، ان انا حصل لي تجربه ان انا كنت بحط كونسيلر كتير وكنت بحط ميك اب كتير جدا. فشوفي انا كنت صغيره كان عندي حاجه و20 سنه وطلع لي خطوط تحت عيني. مفيش حاجه عالجت الخطوط اللي تحت عيني غير حاجتين، سيرم لبان الذكر وهو ده واللبن ده. كنت بجيبه كده زي ما هو، كنت بحطه تحت عيني وكنت بعمله بالليل يعني بالليل ولا وبنام بيه. هو الطريقه دي كده زي ما هي. كنت ساعات اغسل وشي بيه، وكنت اجيب اللبن ده زي ما هو واحطه حوالين عيني. وساعات كنت اجيب اللي هي قوالب التلج دي بصي يا شيري واحط نص لبن ونص ميه ورد واروح مع كلهم حطهم في القوالب. في وقت ما انا ابقى عايزه اعمل اروح اخده زي تونر كده للبشره اروح عاملاه. ولو انا عايزه اعزز الوصفه دي واعملها زي سكراب اروح اخده معلقه ترمس واروح حطها معاها. يبقى كده بقى سكراب. بقى سكراب كمان. يعني مرحلتين ممكن انا اعتبره في الاول كريم وبعدين وممكن ان هو صابون وسكراب ان انا اغسله. وهيبقى رغوي على فكره لما اجي اشطف وشي هيبقى رغوي. على فكره انا حسيت ان حضرتك هتعجبي قوي بالحاجات دي. مش عارفه ليه انا اصلا بشوف حضرتك عشان العجز يا حبيبتي. عشان حضرتك بتقدري الحاجات الطبيعيه قوي وجميله يعني. بس في حاجه بقى مهمه قوي يا استاذه سناء عايزه اقول لحضرتك عليها وشرين. بصي في حاجات غلط احنا بنستعملها في الميك اب، يعني الكونسيلر الواتر بروف والكونسيلر كل يوم والفاونديشن كل يوم. غلط ان الحاجات دي بيبقى ليها اصول في استخدامها. يعني ما ينفعش ان انا كل يوم احط الكونسيلر اللي ستيك اللي هو زي صباع الروج ده. في كونسيلر بيبقى سايل وفاونديشن سايل زي ده. ايوه انا هوريك حضرتك. احن على الجلد شويه بيبقى اي كونتور. بصي حضرتك بصي يا شيري لما باجي احطه سائل. ايوه ولا ليه اي اثار جانبيه ولا ليه اي بقى مشاكل. عمليه الحك دي يعني. يا غريبه قوي. صحيح ده بقى ده خفيف على البشره بيبقى مدعم بفيتامين اي بالبان الذكر بحاجات اويلز مغذيه مضاده للتجاعيد والشيخوخه ما بتاذيش بشرتنا. لكن لما احنا نحط الكونسيلر كل يوم ويكون واتر بروف بتسد المسام بتاعه البشره. اي حاجه ووتر بروف على فكره في ادوات التجميل مش كويسه والتقيله دي بتبقى عايزه افراح ومناسبات. كمان في حاجه تانية لما اجي ازيل الميك اب القطن بتاع الميك اب. بصي حضرتك بقى بصي الغلطه دي ده قطن. شوفي كده الملمس بتاعه. بصي شيرين خشن ازاي. انا جيت ازيل ميك اب بيه عينيا اتسلخت ما كنتش اعرف جبته على اساس ان هو قطن. مع انه قطن المفروض الملمس بتاعه تحسي ان هو زي مهير ما تحسوش انه. بصي بقى شيري القطن بصي جوه هو ده شوفي المفروض ان ده يكون الملمس ما يكونش حاجات كده. فبيبقى في حاجات مضروبه في الاسواق وبتبقى ان هي بتتباع على اساس ان هي بتاذي. دي بتاذي بقى بتعمل مشاكل في العين. امال امسحه بايه؟ اشيل القطن العادي بتاع زمان. كيس القطن بتاع زمان. انا اكتشفت ان ده احسن حاجه بصراحه. فعلا انعم من ده 100 مره 100 مره 100 مره. بصي حضرتك انا فتحته لشيرين بصي بصي من قلبه ده مش قطن بهدل لي عيني. انت قلتي كذا مره في وصفاتك لبان الذكر لبان ده هو ليه فوائد فظيعه قوي كده. بموت فيه يا شيرين بموت فيه. لبان الذكر ده شيرين ده بيبقى سيرم بيبقى مستخلص من لبان الذكر. بس في حاجه بقى مهمه لبان الذكر ده انواع. يعني في فرز اول فرز تاني فرز تالت. في لبان الذكر العماني اللي مزروع اصلا هناك ده بلده بيبقى لونه ابيض كنت هجيبه معايا. تخيلي موجود في مصر عشان اللي بيشوفنا وحابب يستفيد من الحاجات دي. في منه لو دورته هتتلاقوه. انا جايباه وبجيبه بشتريه. بتستعمله ازاي سيرم؟ بنستعمله انا بقى بستخلصه بماشينز عندي وحاجات. بس لو احنا عايزين نعمله ممكن نغليه ونصفيه وناخد الميه بتاعته ونعمل وشنا بيها كل يوم.
نخرج بيه عن تحت الميك اب ولا ننام بيه ولا ايه؟ لا السيروم تحت الميك اب، لكن اللي هو الميه ده كتونر بغسل وشي انام بيه، اصحى اغسل وشي. بصي يا مدام سناء، ما فيش حاجه عالجت وشي والله العظيم وجابت معايا نتيجه غير سيروم لبان. انت عيله يا بنتي، ده انت صغيره. كنت بحط ميك اب كتير لحد ما كرهته واتجهت للحاجات الطبيعيه. الميك اب بهدلني. وكنت بحط بقى وايه يعني فرحانه وحاجات بقى وكتير مشترياها بقى، لو نازله بالعربيه اجيب حاجه من السوبر ماركت كونسيلر، نازله مش عارفه ايه ميك اب لا، فاكتشفت ان ده غلط وبهدل لي وشي، والحاجات دي اللي رجعت وشي تاني زي ما كان. طب احنا داخلين على الصيف يعني، شمس وعرق وبحر وحاجات كتيره، الجلد والبشره والشعر بيتعبوا جدا جدا. ايوه، في اي روتين نحاول نقلل الضرر اللي هيقع علينا؟ طبعا واقي الشمس وكريمات الشمس وافتر صن، الحاجات اللي بعد الشمس. يعني احنا لو جينا بعد الشمس عملنا نشا وميه ورد وحطيناهم على وشنا، ما فيش اي اثار ولا اكننا تعرضنا للشمس. ومعلومه بقى، طب استني قد ايه وانت فاهمه انا اساتذه في الحاجات دي، هقول لحضرتك مثلا ده النشا اهو، ده ترمس بس انا اعتبر ان ده نشا اهو، اخدت معلقتين اوكي، هاخد عليهم مثلا نشا وميه ورد، غطا كده صغير وابدا احط نقطه نقطه من ماء الورد وعجن لحد ما يبقى زي عجينه معايا. انا فاكره دي كانوا بيعملوها للولاد الصغيرين لما بيتحرقوا من الشمس، حرام بالذات اللي بشرتهم اصلا كبار. انا باخدها في البحر معايا في ازازه لولادي. على ايوه على للولاد كتفهم. على كتافهم بالذات وظهرهم اكتر حته بتتبهدل. بصي يا مدام سناء، بقى زي كريم اهو. صح 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 اهو، ده عشان يحمي من الحرق. ده بالليل بيحمي من الحرق؟ لا ده بعد الافطار صن على طول. يعني احنا على البحر نعمله ونحطه في ازازه وناخده نحطه على وشنا ووش الولاد على بعد ما نحط على طول بعد ما تعرضي للشمس، بعد تعرض الشمس. وحاجه بقى يا شيرين محدش يعرفها وانا جربتها وجابت نتيجه تحفه معايا، كريم الحروق. اي كريم حروق بعد التعرض للشمس، خلاص انا حطيت نشا وروحت البيت، احط بس مره واحده كريم حروق، ده اصلا بيتحط على البشره وبيتحط في كل حاجه، جاب خلص خلاص ولا اكني تعرضت للشمس وشال كل الاثار. الله، حاجه حلوه. بس انا برجع تاني للسرسوب اللي قلتي عليه ده، يعني هو ربنا يعني انت لجأتي الحاجه موجوده في الحياه الطبيعة. ربنا خلقها انه مهم جدا 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 للطفل. أيوة. فاذا السرسوب فعلا بتاع الحيوانات. أيوة. وكده هو هيبقى مهم ما دام ربنا اللي اختاره للطفل علشان يديله القوة انه يمارس حياته. في فيتامين ج والف ومغنيسيوم وفيتامين اي وكولاجين طبيعي، ده كولاجين ده بتقولي في السوبر ماركت عشان برضو اللي عايز يجيبه؟ موجود في السوبر ماركتات الكبيرة. واسمه بقى ايه؟ اسمه لبن سرسوب. لبن سرسوب معروف. وفي الفلاحين وفي الناس اللي بتربي الاغنام دي كتير جدا موجود. طبعا. موجود. نورتينا يا سارة كالعادة، ميرسي على كل الوصفات الحلوة دي. شكرا ليكي وان شاء الله يبقى لينا لقاء تاني. حبيبتي يا شيرين، فرحانه جدا ان انا معاكي. ربنا يخليكي. فرحانه استاذه سناء، شفتها بحبها. ربنا يخليكي يا حبيبتي.